شرفتي، نورتي المحل. شو شلون الضيعة خليل؟ شكلك اشتقت لها. يعني أراضي الوالد، معقول ما اشتاق لك؟ معناتها أكيد رفقاتك وقرايبينك انبسطوا فيك كتير. هن ما صار لهم زمان شايفيني، فكان الموضوع عادي. أنت كيفهم أهلك؟ ماشي حالهم، مثل ما بتعرف. خليل أنا طالع أتغدى. بروح محمد، صحة وهنا. شي بعدين معك خليل؟ لا، شو بده يحكي بعدين؟ نقطع قلبي لما شافنا هيك مثل الأشباح، والله خفت كتير. شو عم تحكي انتي، أشباح وما أشباح؟ ايه بس هيك، ما شفت كيف صار لون وشه لما شافنا؟ والله هذا وجع الحب. سهر بلا هالحكي هلا مشان الله. ايه دخيلك، المهم يكون بعيد عنا. شو؟ المعلم خليل؟ لك لا يا روحي، وجع الحب. حكيت مع أبوك؟ ضليت وراه لحتى عرفت شبه. عرفت شو اللي زعجه؟ بعرف. كيف بتعرفي؟ حكيتي مع الشاب وشرحتي له كل شيء؟ لا. ايه، عم تستمري على نفس الطريقة وكأنه عم تأجلي المصيبة، ما هيك؟ وشو رح بتساوي إذا بيصير له شي لأبوكي؟ قولي لي شو؟ أنا حاسة إنه أبوكي كتير متضايق هالأيام، وخاصة من هذا الواطي محاسب صراف أوغلو، كتير مقهور منه، كتير هانوا لأبوكي وقهروا كتير. أمي محمد، شو حاكين مع أبي؟ كرمال الله لا تصرخ، أبوك نايم جوا. شو حكين؟ احكي يلا. محمد ما تحكي شي فريحة. محمد هدي أعصابك شوي بقى، خلينا نحكي شوي. شو بدنا نحكي؟ قليلي، هالجماعة مو معتبريني ولا كأني موجود أصلا. بعدين هي الدينة دينتي ماشي، كان لازم يدقولي إلي. أنا اللي كان لازم اسمع هذا الحكي، مو أبوكي. محمد ليك هدي أعصابك شوي، اوعك محمد تتصرف بغباوة وتغلط وتروح تحكي معه. يلا فريحة روحي اركبي بالباص بسرعة. الله معك. محمد سمعتني شو حكيت؟ ايه شو صار؟ إجازة اليوم؟ خير، شوفي في عندي شغلة صغيرة بدي أعملها، بس ما بعرف قديش بطول. طيب ماشي.
جاي اشوف محاسب هونال بيك. شو هو معلمكم تطلعوا هيك بالناس؟ احكوا اذا هون ولا مو هون. مو هذا المنتوف اللي حكينا عنه؟ ايه ايه هو المنتوف. نسيانين اسمي وانا جاي اذكركم فيه. انت راسك شغال شي؟ ايه راسي شغال. شو حابب تجري؟ هالمرة ما اجيت بدون خبر. داعين هن اللي ابي. عدنان بيك هاد المحاسب تبعكم، هلأ بدي شوفه. بس لأسأله لعدنان بيك، كون محترم وخليك عاقل. يا شباب لا تواخذوني نطرتكم شوي. هات عطيني لشوف شو هالمشروع الكبير تبعكم. شكرا كثير لك. شو هالحكي؟ في شاب يلي سرق سيارة أمير بيك بده يقابل السيد عدنان. وشو جابه؟ وعدنان اليوم مو مداوي. ماشي هلا أنا بشوفه. خير أخي شو في؟ الحرامي اللي سرق سيارتك اجى لحاله لهون. انتو ما تزعجوا حالكن، هلا بلاقي حل. شلون بتلاقي حل يعني؟ انت خلص لا تقلي حالك، انا هلا بحط له. استنى شوي اخي. مثل ما قال بابا انا رح اهتم فيه. طيب امير لا تروح. هدي اعصابك يا روحي، رايح شوف شو وجعه وراجع. امير بترجاك لا تروح. انت عدي وكملي فنجانك، ما تشغلي بالك، خمس دقايق وراجع. ماشي، لكن بس يرجع أمير بيك منكمل. ماشي. صغير كبران وجاي ليشوفني. لا تخاف، الأقساط أنا عم بعتهم لأبوك. بس السيارة يلي سرقتها ما كانت لأبي، كانت سيارتي. قول شو بدك خلصني. الكلب تبع أبوك داعي لأبي، طالما هالشغلة بيناتنا نحن الاثنين ما تدخلوا أبي بالموضوع. انتو فعلا ناس بلا شرف. بعد شو بدك تدخل؟ خلص. انت شو عم تحكي ولا؟ شو؟ بدك تعمل علي زلمة ما هيك؟ مو انت عم تسب مشان ترجيني مراجلك؟ وبما انك رجال سرقت السيارة اللي بأمانتك، مو هيك؟ وإذا كنت آكل هم المصاري، فأنا مو بحاجة الأقساط تبعك بنوب. بس بما انك رجال، لازم تلقى وتتحمل أخطائك. اسمع منيح ولا؟ أنا بدي سددها. وحتى لو طولت الشغلة 10 سنين. خلي رقم تليفونك جوا، ومن هلأ ورايح أنا بدي طالبك. كثير منيح ما شاء الله، إنسان بلا شرف. شو عم تحكي؟ استغفر الله. نزل إيديك ولا أكتر. اهدوا يا شباب اهدوا. تركوه تركوه. سرع لإيدك. خلص تركوه. بعده. كون عاقل وبعيد عنا. هالمرة تدخلت ونفدتك، تاني مرة ما عاد لي علاقة. خذ يا حقير. يلا امشي هون. أمير بيك. يلا. فيك شي؟ منيح منيح. ما عاد بدي اشوفك هون ولا. أنا منيح ما فيني شيء، ما في داعي نكبرها. يلا نفوت لجوا. يلا يلا